أربعة شارع شريف. أولوياتنا وإزاي نوضب يومنا وإزاي نوضب حياتنا ونعمل إيه قبل إيه علشان ما نضيعش وقتنا وقت الناس اللي حوالينا. ده اللي هنعرفه النهاردة من أستاذ إيهاب وكيم اللي مشرفنا ومنورنا، استشاري مدرب معتمد لتنمية المهارات الحياتية والعلاقات الاجتماعية. أهلا. إزيك يا شريف؟ أهلا. مبارك إيه؟ الأولويات دي حاجة مهمة جدا طبعا، لأن لو إحنا ما حطناش أولويات ليومنا هنلاقي نفسنا في الآخر الدنيا زي ما قلنا في المقدمة متدربكة ويومنا متدربك وتفكيرنا كله مش منسق ومش بننجز حاجة في اليوم خالص. بس خلينا نرجع قبل ما اليوم يبتدي، عندنا كده في الحاجات الشعبية مقول يعني بنقول شوية حاجات كده بنستخف بيها لكن هي حقيقة فعليا، يعني يقولك اللي تنام فيه تقوم فيه. لكن لو انت لو نمت مكركب ونمت مخك مش فاضي ومش رايق هتقوم تاني يوم بداية اليوم بتاعك هتلاقي نفسك ان انت برضو اليوم بتاعك مش متوضب. أوكي. طب ليه؟ لان المخ بيشتغل بطريقة لازم نعرفها الاول عشان بعد كده لما نقول نحط اولويات حياتنا نبقى عارفين. المخ لو انت ما خليتوش عنده حاجات واضحة وصريحة وثابتة وليها وقت هيعيش في ضباب، وطالما اتكعبل وانت تعبته هو هيتعبك، فتلاقي ان هو بيتسبب لك في مشاكل اللي هو انت داخل تنام وسايب لي في دماغي مليون حاجة افكر فيها وانا ما نامش، لا قوم اقعد معايا شوية بقى. أوكي. ما تنامش يعني، في يقلقك او يوجعك لان هو مش فاهم انت عايز ايه. طب علشان انا افهم المخ اللي هو عايز ايه ما اقدرش اعتبر ان المخ بتاعي عبارة عن مكان تخزين اخزن فيه معلومات. المخ ما تعملش كده، المخ اتعمل علشان يبقى بيفكر بيحلل بيبدع بيبتكر، لكن علشان تخليه عبارة عن مجرد ان هو زي ما بيقولوا ميموري او ذاكرة هو ما اتعملش عشان كده. فنفضل احنا حاطين في دماغنا 3 4 5 6 7 حاجات هنعملهم خلال اليوم، ويفضل المخ كل شوية مضطر ان هو يروح يفتكر الحاجات دي ويرجع تاني يفتكرهم. بالظبط، انت بتستنفذ طاقته زي ما تكون انت عندك موبايل ما بتستخدموش للاستخدام الصحيح بتاعه التليفون، ومجرد ان انت عمال تستهلك بطاريته في حاجات هي ملهاش لازمه ومش بتستخدمه الاستخدام الاساسي بتاعه، فبتفضل ترهقه. فلما هو بيرهق وبيحس ان هو تعبان في الاخر بيقف ومش عارف انت عايز ايه. فبالتالي انا لازم اول حاجه ما استخدمش مخي ان هو يبقى دفتر. ده بتحصل كتيرة جدا بقى، ان انت تبقى عندك 6 7 8 حاجات وبعدين كل شوية تقول ايه يا في حاجة انا كان لازم اعملها انا نسيتها، او تستقبل مكالمة تليفون الشهيرة اللي هي بين الازواج اللي هي تلاقي مراتك بتكلمك فترد عليها. طبعا اول ما تسمع ازيك يا حبيبي اول حاجة تبتدي تقلق، يعني انا دي حاجة للازواج، يعني اول ما تسمع ازيك يا حبيبي تبتدي تاخد بالك يعني، وبعدين ازاي انت فين عامل ايه ايوه كلمتيني ليه نسيت مش فاكره، طب لما افتكر هرجع اكلمك تاني. أوكي. لان هي على بال ما افتكرت. كتر الف خير السيدات طبعا بيبقى عندهم خلال اليوم، الستات عندهم مليون حاجه يعملوها، على ما افتكرت تقول لك حاجه، وعلى بال ما جابت نمره التليفون وكلمتك نسيت لان مش قادره تحطها لان المخ خلاص مش قادر يقبل اكتر من كده. طب انا علشان اخلي يومي في حاجات بقدر اعملها لازم في شروط نعملها وخطوات نعملها. ايه بقى؟ اول حاجه لازم يبقى معاك ورقه وقلم. اي حاجه انت عايز تعملها لازم تكتبها، لازم المخ يشوفها. والشروط اللي بعد كده انك انت ما تكتبش اي حاجه، لازم تكتب حاجات هنقول هي ايه، تكتبها بانهي طريقه قبل ما حتى تحط اولوياتها علشان المخ يقبل ان هو ينفذ الحاجه اللي انت بتعملها. في 5 حاجات بيسموها السمارت جول او الهدف الذكي او الحاجه اللي ينفع تتعمل. أوكي. اذا ما اتحققتش الخمس حاجات دول المخ بيشتغل ضدك، فحتى بيقولوها هي السمارت، الاس والاي والام والار والتي، احنا هنقولهم بالعربي. اول واحده اللي هي سبيسيفيك، يعني لازم يكون حاجه واضحه محدده، محددة.
وهناخد مثال على كده. وبعدين الام اللي هي ميجربل يعني بتتقاس انفع اقيسها، والاي اللي هي اتشيفبل يعني انفع اوصل لها، والار اللي هي رياليستيك يعني واقعيه، والتي اللي هي تايم لازم يكون لها زمن. فلو ناخد مثلا مثال، انا وزني 95 كيلو عايز ابقى 80، فده هدف واضح مخصص عايز اقلل وزني. ينفع حققه؟ ينفع حققه. ينفع اقيسه؟ ينفع اقيسه. واقعي؟ واقعي. لكن ممكن اجي عند الحته بتاعت الوقت واقوم اقول انا عايز اخس ال 15 كيلو دول في اسبوعين. مش ممكن. استحاله. يعني عايز تخس كل يوم كيلو. هنا المخ اول ما عقلك اول ما يشوف ان الحاجه دي ما ينفعش تتحقق يبتدي يحاربك، لان هو مسؤول عن سلامتك. دي حاجه مش واقعيه خالص. مش هيقدر يعمل ده. مش هيقدر يعملها. وبالتالي الحاجات اللي انا بديها للمخ حاسس ان هو صعبه ومش هتتحقق يبتدي يحميك منها. على فكره المخ اذكى مننا بكتير. وعشان كده هو في حاجات كتيره قوي ما بيسيبلكش الحريه فيها. صحيح. ما بيسيبلكش نبضات القلب، ما بيسيبلكش الكهرباء بتاعه المخ، ما بيسيبلكش التنفس، لانه عارف ان انت ممكن تغلط، لكن هو ما بيغلطش. فالحاجات دي علشان انا احققها لازم اشوف اذا كان الخمس حاجات دول موجودين، وبعدين اكتب كل قدام كل حاجه الوقت اللازم للموضوع ده، وبعدين ابتدي ارتبهم في اولوياتهم ايه قبل ايه. طيب هنقول ده اكتر واكتر، بس هنسمع اغنيه. شور. يلا فاصل ونرجع لك مره ثانيه. خلونا حسام. ايوه. هتغني لنا ايه يا استاذ؟ قومي انت نرقص يا صبيه. والله بتهديها لمين؟ نعم. بتهديها لمين؟ اهديها اكيد لخطيبتي طبعا. انتوا بتعرفوا ترقصوا؟ يعني يوم الخطوبه قرصتوا؟ انت طبعا عارف انا ما بعرفش ارقص خالص. يوم الخطوبه رقصتوا؟ يعني على خفيف كده. في الفرح هترقص؟ ان شاء الله. اشوف. ان شاء الله. حاجه لقصتك انا. وانت موجود اكيد هرقص. بالظبط. نسمع الاغنيه دي وبعدين ناخد فاصل. خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا. يا صبي وشبك ايديك بايدي، خلينا بكره خلينا بكره نرقص ونغني يا صبي. قومي ترقص يا صبي وشبك ايديك بايدي، خلينا بكره خلينا بكره نرقص ونغني يا صبي. الواحد ونص وقلبي طاير فيكي وعم بيغص، قومي قومي نرقص على الواحد ونص وقلبي طاير فيكي وعم بيغص. شعرك الطويل عقصرك بيمين، شعرك الطويل عقصرك بيمين، وارقصي للي حوالي. قومي تنرقص يا صبي وشبك ايديك بايدي، خلينا بكره خلينا بكره نرقص ونغني يا صبي. هوبا. اربعه شارع شريف. اربعه شارع شريف. اربعه شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية وبنتكلم عن أولوياتنا في اليوم. مظبوط. نكمل الكلام. مهم جدا جدا إن أنا بعد ما أكتب الحاجات اللي أنا عايز أعملها إن أنا أكتب الوقت اللي لازم كل حاجة تاخدها. طبعا بدي لنفسي كمان مساحة أكبر شوية من الوقت اللي لازم، لو الحاجة دي لازم تاخد مني نص ساعة هعملها ساعة إلا ربع. لأن عادة بتحصل في حياتنا إن أنا لما باجي أعمل حاجة بتقابلني فيها بعض، حد يكلمني في التليفون، حد يسألني سؤال، فتلاقي الدنيا اتعطلت. في حاجة بقى كمين بنقع فيه كلنا، وهي ده الـ يعني بيسموها الديبيت، يعني المناظرة. المناظرة بين الستات والرجالة، اللي هو ان انا مالتي تاسك، عندي حاجات كتير بعرف اعملها في نفس الوقت، فالستات تقول لك انا مالتي تاسك
وبعمل حاجات في نفس الوقت اكتر من الرجاله، والرجاله يقول لا الستات ما بتعملش كده، ده دايما بنسمعه الحاجات دي. الحقيقه الموضوع ده اساسا مش حقيقي ومش مفيد جدا للمخ، لان اول حاجه في فرق بين ان انا اعمل 3 4 حاجات انا متعود اعملهم، هم في الذاكره بتاعتي بعملهم من كده من غير ما احس ومن غير ما اشعر. يعني تلاقي الست بتعمل رز وبترد على التليفون وبتزعق لابنها في نفس الوقت يعني. لكن لو عشان اعرف اذا كنت فعلا انا شخص اقدر اعمل حاجات كتيره مع بعض، لازم اعمل حاجات جديده عليا. لان انا بعد فتره من التعود عليها بقدر اعملها من غير ما افكر فيها، زي السواقه. في الاول بنبقى متنشنين، لكن بعد كده بتعملها وانت بتفكر صحيح. في كذا حاجه بعد كده. صحيح. ففكره المالتي تاسك دي مش كويسه خالص للمخ. لان زي ما قلنا بيروح يعمل ايه؟ بيروح عند حته ويرجع عند حته ويروح تاني لحته، بيفضل رايح جاي، ما بيقعدش ويركز في حاجه معينه كده عشان ينجز فيها. وبالتالي الانجاز ده مهم جدا، لاني لازم اقعد في المكان ده عشان افهم العوامل بتاعته واقدر الاقي حلول. لكن بعد ما انا ببقى في المكان ده واخد منه المعلومات او مسايبه ورايح الناحيه الثانيه، او مسايبها ورايح الناحيه الثانيه، ويفضل المخ في شاغل نفسه ان هو لازم يفتكر الحتت دي، في الاخر بلاقي نفسي ان انا ما انجزتش ولا حققت اي حاجه من كده. فاول حاجه لازم اكتب انا هعمل ايه، تاني حاجه لازم احط لها الوقت، تالت حاجه لازم ارتبهم، ورابع حاجه واهم حاجه لازم اجي في الليسته دي بتاعتي واجر خط عند الحاجات اللي وقت اليوم بتاعي مش هينفع اعملها. أوكي. لان دي حاجه لازم نتعلم نقول لا، لازم نتعلم نحط حدود. هقطعك معلش، اي حد عايز يتواصل مع استاذ ايهاب وكيم ممكن وكذا مره نزلت على الشاشه، بس برضو ناكد الفيسبوك والانستجرام الخاص بيه موجود على الشاشه، ممكن تبعتوا له. في بعض الناس بتبقى عايزه تبعته مكسوفه، ما تتكسفوش خالص، انتوا اسركم في بير. اللي قلقان او مش واثق قوي ممكن من بروفايل فيك ابعتوا له، وهو هيحاول برضو يساعدكم زي ما انتم عايزين من خلال فيسبوك وانستجرام. طب احنا عايزين بقى نختصر وننهي. نختصر، هو زي ما قلت من فضلك خلي معاك ورقه وقلم، ده سحر، وانا بدعو كل الناس انها تجربه، لان ده بيفضي الدماغ تماما، الذاكره بتاعتك. حدد حاجات فعلا تتحقق، حط لها وقت، رتبهم، تعالى عند رقم معين عند 4 أو 5 وخد خط وقول انا مش هعمل اكتر من الاربعه دول. ما تحاولش تعمل 3 4 5 حاجات في نفس الوقت، لان ده في الاخر بيخليك ما تنجزش ولا حاجه. صحيح. بشكرك. شكرا. تشرفت ونورت كالعاده. بشكر استاذ ايهاب وكيم على وجوده معانا النهارده. خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع استاذه ميرا شريف خبيره التجميل، نتكلم معاها عن السكراب او الصنفره الخاصه بالجسم اللي ممكن تعملوها عندكم في البيت بنفسكم. خليكم معانا لو سمحتم.